النهارده هنقدم لكم طريقه عمل كيكه الشوكولاته بطريقه سهله وبسيطه، والمقادير في كل بيت طبعا تبقى حلوه لنا وللاطفال، طبعا الاطفال بيحبوها جدا. هنقول لكم على المقادير: كوب سكر، كوبايه لبن، كوب دقيق، كوبايه زيت الا شويه صغيرين كده، معلقتين كبار كاكاو وخام، معلقه صغيره فانيليا، 2 بيض، معلقه ونص كبيره بيكنج باودر. هنقول لكم هنعملها في الخلاط، هتبقى سهله جدا. هنحط كوبايه السكر، ولازم الكوبايه كلها مقاس واحده، كوبايه اللبن، كوب الزيت، الكاكاو، الفانيليا. هنضرب دول مع بعض وهقولكم ايه بعد ما ضربنا المقادير في الخلاط بالشكل ده. هنشيل كوباية على جنب كده، هقولكم هنعملها ايه في الاخر. هنحط المقادير: بيكنج باودر، البيض، الدقيق. هيكون عندنا صينية صغيرة من الكيك أو قالب صغير أو قالب بالشكل ده، هندهنه مادة دهنية زيت يعني كده، وبعدين نرشه بالدقيق كده، وهننزل الخليط بتاعنا. بالشكل ده هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبلها، بعد ما ضربناها في الخلاط ونزلناها في القالب بالشكل ده. هنحطها في الفرن، هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180 درجة وسخن، فهندخلها الفرن. وبعد ما ندخلها الفرن هنجيب خلة ونقيسها من النص، لأن الأطراف بتبقى علك بس النص بيبقى لسه طري شوية، فلازم نسويها كويس. وبعد ما ندخلها الفرن هنوريكم احنا عملنا فيها ايه، وهنرجعكم لكم تاني. بعد ما طلعنا الكيك من الفرن كنا احنا سايبين كوباية من الشوكولاتة برة، هنسقيها على طول وهي سخنة بالطريقة دي كده، لازم نغرقها كلها كده. بصراحة تحفة وجميل جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. بعد ما خلصنا الكيك شايفين الجمال، حلوة جدا جدا جدا، ناعمة طرية